بداية المرحلة اللي مروا فيها الأطفال كانت صعبة كتير عليهم من الوباء ومن الحروب ومن الكوارث اللي صارت عندنا اللي مر فيها القطاع خلال الفترة اللي ماضية. يعني أطفالنا أكيد مروا بظروف صعبة كتير. إحنا بدورنا كأمهات كهذا بنهيئ أطفالنا خلال الفترة هاي إنه يستقبلوا العام الدراسي، إنه يكون إن شاء الله بيكون عام دراسي منيح لهم، أقل ما فيها بنشتري لهم أواعي جديدة، نهيئ الطفل نفسياً. بعطيهم كلينس مبلل معاهم، معقم يعني يمسحوا طلتهم، كرسيهم مطرح ما يقعدوا، كل ما شيء يضلهم بيغسلوا ايديهم، كلينس مبلل معاهم، ما يعطسوش في وجه الثاني، يبعد عن زميله شويه، يحاولوا دائما يعني يمسحوا ايديهم وخليوا مسافه بينه وبين زميله، يعني ما يمسكش اغراض زميله ولا هو يمسك اغراض زميله، الاحتياط واجب يعني افضل. بدايه مجموعه من النصائح اللي أحب أن أوجهها لأهلنا وإلى أطفالنا وإلى معلمينا في ثلاث اتجاهات. حقيقة بداية أنا أتمنى في نصائحي للأمهات والآباء بداية أن يعتنوا ويجهزوا أبنائهم للدراسة. مهم جدا أن نبدأ بالصفوف المفتوحة، بأن يكون في أماكن مفتوحة، ثم شيئا فشيئا نعودهم على الالتزام الفصلي، وأن يكون هناك مجموعة من النصائح الدورية على الأقل خلال الأسابيع الأولى موجهة لأبنائنا لتجهيزهم فيما لو لا قدر الله كان هناك حالة أو شكل من أشكال الإصابة بكورونا، أن يعتادوا أبنائنا مجموعة من القيم الجميلة، مجموعة من المبادئ الجميلة التي تخدم الطفل وتعزز قيمه، وفي نفس الوقت أيضا هي تساهم في أن تثقفه وتوعيه في مواجهة هذا الوباء.